قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورة وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا نسيت شيئا، هل تسمح لي بالذهاب لجدتي قليلا يا أبي؟ حسنا لا تتأخري، سأعود حالا. جدتي لقد نسيت أن تعطيني الحلوى التي وعدتني بها. نعم صحيح، لقد نسيتها. ها هي، تفضلي، أربعة ألواح من الحلوى، شاركيها بالتساوي مع إخوتك. حسناً يا جدتي، سأفعل، شكراً لك، إلى اللقاء. فواز، انظر ماذا أعطتني الجدة لك. ها؟ ماذا يوجد بداخل الكيس؟ حلوى لذيذة، سأقتسمها بالتساوي معك، لكن ليس الآن، بعد أن تنهي المذاكرة، ستكون الحلوى كمكافأة. نورة؟ نورة يا ابنتي تعالي وساعديني. سأذهب الآن. هل أنت مستعد يا بني لاختبار الغد؟ نعم يا أبي، ذاكرت طوال وقت زيارتكما لبيت جدي. كان جداك يرغبان في رؤيتك. آها، سأعوض هذه الزيارة بمشيئة الله. أوه، الحلوى. حسناً، ها هي حلوى جدتي اللذيذة. هذه لك يا فواز، وهذه لك يا ياسر، وهذه لي أنا. بقيت واحدة، سأقتسمها بالتساوي بيننا. ليس عدلاً تقسيمك يا نورة، قالت لك جدتك أن توزع الحلوى على إخوتك بالتساوي. لا مشكلة، سوف أقتسمها مع والدتك بالتساوي. ها